مشاهدينا في كل مكان، متابعي الفضائيه السودانيه، اصدقائنا في كل مكان، حبايبنا، اصدقاء برنامج ساعه شباب، حبابكم 10 في حلقتنا اليوم، ومشتاق لكم جدا 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 بعد غياب، ومبسوطه جدا ان لكم على الهواء مباشره من الساعه 4 لحد الساعه 5. دائما تواصلكم معنا بيهمنا من خلال رقم التواصل اللي بيظهر اسفل الشاشه خلال الحلقه، ومن خلال كمان صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ادخلوا اكتبوا برنامج ساعه شباب وحتلقوا بوست الموضوع الحلقه نازل في صفحتنا على فيسبوك. حدثونا عن الازدهار والتطور والصناعه والايدي العامله والمهاره في دول كثيره من العالم اعتمادا على المورد البشري بدايه. وصلنا مرحله متقدمه في العالم، لانه احنا عشان نواكب التطور في العالم دول كثيره هي تحتاج انها ترفع من اقتصادها ومن المهارات ومن قدره الانسان في دول معنيه، استهدفت بشكل مباشر جدا تدريبا مهني عشان تطور من مقدرات الشباب عشان يقدروا يكونوا فاعلين في مجال هم مدركين تماما لضرورته في تطوير الاقتصاد في مختلف الدول. المورد البشري من اهم الموارد، التدريب المهني من المجالات الاساسيه اللي بتقوي المورد البشري. خلينا نتكلم في حلقتنا الليله عن التدريب المهني، ومعينا ماده جميله جدا في استوديو ساعه شباب، هم خريجين لتدريب المهني وشغالين في مجالات مختلفة. تعالوا مع بعض نشوف هم اختيارهم للمجال ده كيف؟ إذا واجهوا صعوبات ولا لا؟ تخصصاتهم شنو؟ وفي سوق العمل عاملين شنو؟ تعالوا مع بعض نرحب داخل الاستوديو حبابك 10 معنا حياتي يوسف عبد الرازق، أستاذ في المركز السوداني التركي، منورنا. تسلم كثير أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا أساسا يعني كنت موهوب من صغير، فكنت احب المجال الفني كثير من صغير، يعني حتى كان جدنا الله يرحمه عنده الات زراعيه كثيره، فكنت انا دائما احب يعني افك واربط معه في الحياه دي. فبدأت المرحله الاساسيه، وبعد ما وصلت الشهاده الاساسيه فكنت حبيت اتسق بالتدريب المهني. وحنشوف قصتك في دخولك في التدريب المهني والمراحل اللي انت مجد فيها يا حياتي. وخلينا نرحب ببقيه الضيوف وزملائك الموجودين معنا داخل الاستوديو. اهلا بك معنا ممدوح مرغني محمد، حبابك 10 ساعه شباب. اوه يا ريت منورين. الاسم ممدوح مرغني محمد صديق سلمان، خريج من معهد الخرطوم الجنوب تدريب مهني، مهندس بتاع تكييف وتبريد، الحمد لله الان لي ورشه عمل. ان شاء الله كل التوفيق. هديل ابراهيم حسب الله، منورانا في ساعه شباب. اهلا وردة، تسلمي. الاسم هديل ابراهيم حسب الله، خريجه مركز التدريب المهني الحلفايه، تخصص تجميل. كل التوفيق. نور ادريس عثمان، حابك 10 ساعه شباب. مرحبا بك يا استاذه، وتسلمي كثير على الاستضافه. انا نور ادريس عثمان النور، مركز خرطوم جنوب، خريج كهرباء. اما تخصصات مختلفة في التدريب، ودي ما كل التخصصات هي أكثر من التخصصات الأربعة يمكن المختلفة عندنا في الأستوديو، لكن ده نموذج كل الناس عايزين يتعرفوا أكثر على تخصص التدريب المهني، مجالاته وكيف هو في سوق العمل النازل، مو هسه شغالين، وكيف هم فترة دراستهم وتدريب اللي جوها. خلونا ناخذ فكرة عامة كده عن التدريب المهني. أنت يا حياتي بدأت طوالي بتدريبتك أنت، خلينا نرجع شوية كده بأنك أنت شغال أستاذ حاليا في مركز السودان التركي، أدينا فكرة عامة عن التدريب المهني. فالتدريب المهني هو عندنا في ولاية الخرطوم 5 مراكز للتدريب المهني، مركز الخرطوم جنوب، ومركز الحلفاية، ومركز الحاج يوسف، ومركز كرري، والمركز السوداني التركي لتدريب المدربين. أنا تجربتي في التدريب المهني، التحقت بالتدريب المهني كأستاذ أو كمهنة في التدريب المهني 2011، بديت في خرطوم جنوب. فالتدريب المهني حقيقة يعني وصراحة بقى متطور جدا ومواكب لشنو؟ لسوق العمل العالمية. فالحمد لله يعني الحكومة بجد عدة مراكز متطورة وحديثة، و مراكز حديثه مواكب لسوق العمل، والخريجين بتاع التدريب المهني حاليا يعني بيكونوا ذو كفاءه عاليه ومهاره متقدمه ان شاء الله. يعني ممكن طوالي من تخرجهم من مركز التدريب المهني اللي هم ملتحقين فيه يمشوا طوالي لسوق العمل.
والله من المراكز ان شاء الله لسوق العمل طالب مباشره ان شاء الله. طب انا شفت تجربه كل زول فيكم دخل المجال ده رغبه ولا ودته الصدفه ولقى فيه شنو؟ كان متوقع شنو لقى شنو؟ انور والله انا اصلا رغبه. انا اصلا من ابوك يعني عندي رغبه في الكهرباء فكنت بشتغل قبل ما انا اقرا المجال ده كنت بشتغل مع واحد مهندس اسمه بخير باشمهندس حاتم فكان جارنا كنت بالاساس كنت بشتغل معه سوا فانا امتحنت من في الاساس انا كنت بشتغل كهرباء فامتحنت سنه ثامنه وطوالي مشيت لقيت كهرباء العامه فالحمد لله يعني كنت تمام في العملي حتى يعني انا بالعمل يعني بكون جاهز اي شغل ادوني له عملي بشتغله تمام فانا من خلصت العملي لما خلصت المعهد فنزلت اشتغلت في سوق طوالي. طيب ناس البيت كيف تقبلهم للمجال ده؟ يمكن الزول قبل ما يدخل يقراوا في البيت كده بكونوا فرحانين به، مثلا حاجه خربت في كهرباء ايوه نادي النور بيصلح علينا والله بيصلح الحياه بكونوا مبسوطين. لكن لما تيجي تقول لما انا داخل تدريب مهني كانوا مشجعينك ولا شويه كده توقفوا فيه؟ والله في جزء كان يعني معي في رغبتي لكن في جزء كان بيقول انه افضل تقرا اكاديمي. اي فاصراري في رغبتي قريت الفن فانه هسه اخواني دي اخوي ده قرا اكاديمي منصور ده قرا اكاديمي ده احنا كان سوا. فانا قريت فني ودي كان رغبتي الحمد لله يعني مشيت تمام. حلو هديل انا بالنسبه لي كان التدريب المهني صدفه والحمد لله كانت اجمل صدفه. انا اول زول طبعا دخلت في الاسره مركز تدريب مهني فالحمد لله لما خشيت المركز عجبتني التخصصات فيه فكانت رغبتي في التجميل فالحمد لله لقيت نفسي فيه واصلا كان عندي فيه هوايه من صغيره. الصدفه اللي ودتك التدريب المهني كيف؟ يعني الصدفه كانت كيف؟ اصلا انا ما كنت عندي فكره اني ادرس تدريب مهني لكن في زول قام قال لي اسمه شنو؟ احسن انك انت تدرس تدريب مهني فكنت مقدم للجامعه فالظروف ما سمحت لي اني ادرس فقمت قدمت تدريب مهني الحمد لله رب العالمين توفقت والحمد لله لقيت رغبتي بجد فيها. حلو ان شاء الله كل التوفيق. انا جاك لمجال التجميل ودي انا شخصيا كانت بدي ادري معلومه جديده في مجال تجميل وكذا في التدريب المهني بنات ركزوا هديكم معلومات اكثر عن التدريب في التدريب المهني مع هديل. خلينا نشوف ممدوح. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد انا اول فينا اول حاجه كان رغبه وشجعنا على اخوي الكبير كان في زمن الاجازه امشي معاه الورشه وانتبه بس الورشه يعني مثلا هو طلع شغل برا انا هو قاعد في الورشه شوي شوي بقيت اهبش معاه اول ما هبشت تعلمت كده حبه بقيت لي رغبه انا اول ما دخلت معهد وقريت معهد طبعا شباب الحله وشباب الحي ولا ياخد بخش مع حد ياخد ناس الماج ناس يعني ناس الدولدة وناس الفاشلين وكده ما قدر على الاكاديمي فقام مشى المهني ايوه الاكاديمي وكده وانا وانت اشتغلت بالحياة بهم كلام الشباب انا الحياة في النهاية بتنفعنا انا وانت الشباب وانت انا مشيت قريت مع حد بس انا قريت مع حد وكان الوالد قال لي يا اخي تذاكر تجيب تبريد قال لي خلاص اخواني الكبار عارضوا قال لي يا اخو كيف تجيب تبريد تخش تجيب تبريد الوالد الله يدي العافيه قال لي يا اخ ما دام هي رغبه انت رغبت اكثر تضغين اكثر فخش تجيب تبي تعبي تعبي تجيب الحمد لله هسه حاليا في السوق عندي ورشه عمل ان شاء الله خلال شهور غني نقدر نفتح فرقه ثانيه ان شاء الله ربنا يحمينا وما خلانا الحمد لله بشتغل برا الولايات برا الولايات اخذتهم في الولايات مشيت الويد مشيت شمال كردفان مشيت مدني ومشيت سنار الحمد لله واهم حاجه اهم حاجه في المجال الفني انا قريت في المعهد لفيت المعاهد دي كلها انا قبل ما اخش المعهد ده مشيت بلجيك مشيت وين لقيت المعهد بتاع خرطوم جنوب يعني مهيئ من كل المعاهد يعني معدات حديثه وازاز بدفاع عاليه يعني كونك تجي تقرا المعهد يعني تلقى معدات كويسه ازازه كويسين معهد مهيئ وبعد انه نحن قرينا في التدريب تجيب في المعهد في طالبين جامعين بيقروا جامعه جو لامانه كان في الشارع جونا جو معهد ياخذوا فكره عنه قام وجه الله ياخذ الله المجال الفني بقى مرغوب اكثر من مجال الاكاديمي
لأن شنو بتكون أنت من محد تعمل بتخرج تكون زول جاهز تنزل سوق عمل طوال. طيب أنت في كلامك قلت إنه لما جيت فينك تختار قسم شنو تخصص شنو في التدريب المهني الوالد هو اللي شجعك في حياتي. كلنا يمكن بنحتاج تشجيع أهلنا أو يعني بشكل أو بآخر بنحتاج الدعم ده إنه الناس تقف معانا وتكون معانا في نفس فكرتنا. في ممكن نلقى ناس ضدنا ما معانا في الفكره المعينه اللي احنا نكون مؤمنين اكثر. مع الايمان في عقبات بتكون لاقتكم او مشاكل غير انه كلام الناس او انه ناس عندها فكره غلط عن مساق التدريب المهني. شنو عقبات لاقتكم انتم في مساق التدريب المهني؟ والله اول حاجه يعني في التدريب المهني يعني رغبه كلهم واب يعني ورد يطلع دكتوريا مهندس. فانا في الحقيقه سعد امتحنت الشهاده بتاعت الاساس فكانت رغبتي انا اخش التدريب المهني. فالوالد الله يديله العافيه والصحه كان رافض الفكره انه اخش صناعه واخش تدريب مهني والوالده كذلك. فبعد ذاك انا قمت اصريت قريت الثانوي. قريت الثانوي رضا لرغبتهم هم عشان ارضي الوالد والوالده. بعد ما امتحنت الشهاده السودانيه قبل الشهاده السودانيه ما تطلع فانا اقنعت ابوي انه انا لازم اخش اعيد رغبتي ثاني اخش التدريب المهني. بعد ذاك الوالد رحب بالفكره وقال لي خلاص ما مشكله طالما دي رغبتك وانت مصر عليها فخلاص امشي التدريب المهني. فقمت مشيت خشيت الخرطوم واحد الكلام ذاك 2004. فكنت يعني انا مبسوط جدا من انه انا خشيت التدريب المهني وانه دي رغبتي. والدليل على ذلك يعني انا ان انا فتره بتاعت بيزك كورس 6 شهور فكنت انا الوحيد اعوذ بالله من كلمه انا مقفل الرياضيات في الوقت ذاك. ف بعديها قمت عملت يعني قمت لفيت الاقسام كلها وشفت انا رغبتي شنو بالضبط اللي انا عايزه في القسم اللي انا عايزه. فخشيت كهرباء عامه دورة بتاعت كهرباء عامة، دورة بتاعت لحام توضيب، دورة بتاعت براد الصيانة، وبالإضافة للبيزك كورس. فأنا عجبتني المخارج الشديد، أساساً أنا جيت أقرأ تبريد وكيف. فقمت لقيت النماذج، جيت المعرض بتاع المخارج ولقيت النماذج. فعجبتني النماذج الشديد. فقلت بس خلاص أنا لازم أنافس وأخش القسم ده. طبعا يعني عشان تحدد رغبتك انت اللي عايزها في التدريب المهني لازم تكون ناجح. يعني اي قسم عنده درجه معينه تخش بها. اذا ما كنت شرط انت لو استوفيته بتخش القسم. أيوة. ده تخش القسم. اذا ما استوفيت الشروط ما حتخش القسم انت عايزه. وبالاضافه لانه في ناس بيكون مثلا رغبته خراطه لكن نسبه الرياض ضعيفه في البيزك كورس اللي هم يعني اللي هو الفتره اللي هو عداها في البيزك كورس فقوم يعيد ثاني من جديد عشان يخش القسم اللي هو عايزه. اللي هو الكورس الاساسي اللي بياخذوه كل الناس قبل ما منه بعد ذاك بيمشوا بيختاروا الاقسام. الاقسام زي ما في الجامعه مثلا في السنه الاولى عامه وبعد ذاك التخصصات يعني زي يعني في الجامعه زي تريننج زيرو يعني. ف انا كان يعني الحمد لله حاسس انه دي رغبتي فانا جيت الاول في البيزك كورس ما شاء الله. فخشيت قسم المخارج القسم اللي انا عايزه بكله الحمد لله بكله الريحيه. ومن هذا يعني بحيي كل اساتذه التدريب المهني خرطوم واحد وخصوصا قسم المخارج وانا تعلمت منه الكثير. تعلمت منه السلوك والمهاره والمعرفه. سلوك مهاره معرفه يمكن حياتي تعلمتها انت وبتعلموها كثير من الشباب والشابات اللي بيدخلوا مساق التدريب المهني. انا حاجي طوالي لهديل بس لانه في العاده التدريب المهني الناس في كثير منهم بيكون عندهم فكره انه بيدخلوه الاولاد يعني يقول لك ماشيين عشان في النهايه اوكي حيطلع في مجال الحداده او في مجال الخراطه او في مجال الكهرباء او غيره لكن البنات بيدخلوا كمان مساق التدريب المهني. هديل انا لما دخلت المركز ما كنت قايله فيه تخصص تجميل فبعد خشيت بجد عجبتني الفكره. بس تجميل الموجود فيه لا فيه فندق وسياحه برضه للبنات وفي حاسوب فكانت انا رغبتي التجميل لانه من صغيره بلقى نفسي كثير في الحاجات دي. فالحمد لله رب العالمين ناس البيت شجعوني كثير وزاد المركز يعني كان مهيأ وفيه يعني اجهزه متطور باحسن الامكانيات يعني. طب التجميل كيف عرفتي اكثر عن مجال التجميل في التدريب المهني؟
والله مجال التجميل فيه كل التخصصات، فيه مثلا عندنا قسم بتاع الشعر والمكياج، عندنا قسم بتاع المساج، برضو عندنا بدكير ومناكير. فبداية كده بهيئونا، بعد ذاك بنخش الأقسام. فبجد كانت الدراسة بالنسبة لي ممتعة، وكانت سنة حلوة بجد بالنسبة لي في التدريب، كنت ما متمنية تنتهي. لكن ممكن كمان تطور بكورسات تاني والواحد يطور حاجات، لأنه كل زول ممكن يطور شنو، زول ممكن لو هو قرأ أكاديمي أوكي حيعمل بعدك ماجستير، حيعمل دكتوراه، حيعمل. طيب ناس التدريب المهني تطور بالنسبه لهم كيف، عشان اذا في زول عنده فكرتين انه الزول ده بس حينتهي بمجرد تخرج او بمجرد ما دخل سوق العمل. حنطلع فاصل ونقدر نواصل معكم ساعه شباب، خليكم معنا. سوداني فخرا بدون اي ريبه، والله انا شكت شديد للفاصله دي. رجعنا معكم في ساعه شباب، وحلقه اليوم نتكلم فيها عن التدريب المهني. عندنا نماذج مشرقه لشباب دخلوا مساق التدريب المهني ويتخرجوا الان هم في سوق العمل بمشاريعهم الخاصه، مبسوطين جدا. هو نموذج بيفتخر به اي سوداني، ونموذج عشان اي زول عايز يدخل التدريب المهني يستفيد من تجربتهم في مساقته. معانا حياتي وممدوح وهديل والنور. خلونا نشوف اذا في عقبات لقيتك، عشان انا اديكم كمان برضو النور وممدوح. لقيتكم مشاكل غير المجتمعيه دي بتاعت الكلام والمساق المهني ما زي الاكاديمي وكده؟ والله دي المشاكل بتاعت انه الناس يعني انه اصدقائك انت قاعد معاهم سوا بيتكلموا انه الزول ده يعني مثلا قاري اكاديمي، ما بيكون في تقييم ليك. حتى لو مثلا في حاجه مثلا بيشوفوا انه مثلا الزول ده يعني زي ما ما ما, ما زول مؤهل. فدي الحاجات اللي انا كثير كنت بحس بها استخفاف بي أيوة بي 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 لك. أيوة. فدي كثير سمعناها كثير يعني بنسمع، لكن من الجهل، لانه انت اصلا عندك حد في راسك ماشي بيه يعني. حلو حلو اللي صار والعزيمه كثيره كثيره يعني. ممدوح طبعا يعني شايف كثيره. اول حاجه بعض الناس الاسره ناس البيت اللي اقرا اكاديمي، انا ده رقم واحد. وفي الشباب شباب الحي يعني قريت فني صناعي، مش الصناعي الفني ده زول جديد وما زال معايا لكاديم وكده، يعني كان بعض منهم بيضحك فيني. وحاليا انا يعني قلت لهم يوم من الايام حاولت لهم انه انا ناجح كيف، يعني كان حتى بلقى الشباب بيضحكوا فيني، كان قاعدين يدرج المظله بتاعت الكان. يوم من الايام بعد تخرجت الحمد لله وعملت اسم عمل، جبت الحمد لله انتوا خريجين بتاع الجامعات، يعني في ناس اشتغل في ناس ما اشتغل، لكن هسه الحمد لله حاليا شغال وكده. الموضوع ده حصل لي يعني هسه في المعهد بتاعنا ناوي قريت المعهد والحمد لله ربنا وفقنا فيه، لقيت ناس بكره جامعات وانا كنت دارس شيء قصيت في الجامعه. بعد شغل شباب لي بعض الشباب قال لي يا اخي والله الداد موجوده في المعهد دراستكم دي في الجامعات المرة. أنا هسه الحمد لله انتهيت من المعهد وإن شاء الله قدرنا نعمل تخصص سكين مركز إن شاء الله ربنا يعيننا، منتظر راسي خلال الفترة الجاية إن شاء الله. طب على كلامك يا ممدوح إنك عايز تعمل تخصص بتاع تكييف مركز أو كده، طب التخرج من مركز أي مركز كان للتدريب المهني، تطور الدراسي ممكن يوصل لوين، أو شنو الخطوات اللي بعدها اللي ممكن يعملها الزول اللي بيتخرج من مسافة التدريب المهني؟ لا يا أخي حاجات كثيرة. زي مثلا انا هسه اثناء في المعهد كان في قسم بتاع تكييف وتبريد، اخترعنا عملنا ثلاجات من خشب تصنيع برانا يعني. حتى قام مشينا مع الحكومه الدولي عرضنا هناك وطورنا نفسنا اكثر الحمد لله. زي ما بقولوا في تكييف مركزي، وزول اللي سافر برا يمشي يطور نفسه برا ويجي رايح ثاني، لكن الزول كل ما يخدم بلد افضل. ايوه يعني الزول يشتغل يخدم بلد افضل من يمشي برا. انا الحمد لله ربنا وفقنا، وانا عندي وصيه بس لكل خريج، يعني اي واحد تخرج يعني مثلا الزول يمشي يشتغل في شركه او ورشه، الزول يعني ما يعاين للناحيه الماديه، عاين للناحيه انه شنو يكسب خبره. يعني انا عارف درجات ذات. ايوه انا هسه انا من اول ما تخرجت ما انت للناحيه الماديه، اشتغلت مع مهندس ورشه محركه اشتغلت معاه سنتين ونص، يعني الحمد لله حتى كنت انا بمشي تعلمت بالاسنان تعلمت منه بالامام بقيت كويس، حتى بقى سلمني الموقع ويمشي كده من الموقع بتاعه بس
مثلا جينا شركه او مؤسسه او بيت وبيمشي هون اضرب له نتين من الموقع ولا تمام. وانت بتلاقي هنا دار عمل سوى عمل دراج عمل لي ورشه ولا تمام. الحمد لله ربنا وفقني وانت بس العمل في الشجرة حيزرب وان شاء الله خلال الفترة الجاية شهور الجاية نفتح فريق ثاني ان شاء الله. ان شاء الله يمكن عاد بيسمح تطور الطبيعي ممكن يكون لكثير من المجالات والمهن المختلفة. يعني زول بعد ما يخلص مجال دراسة معين بعد ذاك بيكون عايز يمارس كمتدرب لحد مثلا يعمل اسم او يعمل مش تقول اسم ممكن يعمل خبره مناسبه بتاهله بعد ذاك انه هو يبدا مشروع خاص او كذا. يمكن التدريب المهني بيطلع ناس قادرين طوال يدخلوا سوق العمل لكن ده ما بيضر بانه زول ممكن يستفيد من خبره زول سبقه في الحاجه دي عشان بعد ذاك يبدا باساس متين. صح. طب احنا نشوف تعليقات اصحابنا على فيسبوك ونرجع لكم كمان. في عبد الرحيم محمد عبد الرحيم بيقول السلام عليكم ورحمه الله، موضوعكم اليوم جميل وهادف وخصوصا مجال اللي بيعتبر ركيزه اساسيه في كل الاعمال الهندسيه وكثير من الدول لاحظت بالمهن دي. بقول بحب اطمن اخوتي في هذا المجال، قال انا مغترب وبعمل في مجال الهندسه المعماري بس الشيء المطلوب منكم هو المهنه اللي تدرسها لازم تطبقها وتجيدها بالطريقه اللي درستها ايا كانت المهنه كهرباء او ميكانيكا سباكه وحتنجح وتحقق اللي انت عايزه. قال زيد معلومه خلي كلام الناس بتبخف وتقول لكم مهندسين ما لاقين شغل تشتغلوا، قال انا كلامي كثير بس الموضوع عايز ده عايز حلقه برا عشان اوضح لاني مهندس تقني وواجهت صعوبات كثيره لكن الحمد لله نجحت. بقول لكم مبروك نجاحك عموما يا عبد الرحيم. هو بياكد على انه المجال ده ناجح جدا والناس ما تبعد منه والناس اللي بيبخسوه حيجي يكتشفوا بعد ذاك انه التدريب المهني فين عنده وجوده في الاقتصاد العالمي وفيه مساحات في وظائف او مجال شغل. في امين عبد الرحمن بيقول السلام عليكم، تحيه لكل الشباب معاكي. قال العمل التقني مهم جدا في حياتنا، قال للاسف ما في اهتمام بالمجال ده، المفروض يكون افضل من الدراسه والجامعات والمعاهد العليا تقريبا البحوث في مجال العالم يطور المجال المهني. لكن عندنا في السودان النظره الاجتماعيه مؤثره في الشباب بيشوفوا المجال ده للفاشلين لكن هو غلط، هو للناجحين. قال يهتم بالشباب المهني. فعموما يا امين بحب يعني او اقول لك انه المعلومه اللي انا عرفتها تحت الهواء من الشباب الموجودين معنا ومن حلقات سابقه عموما او استضافات مختلفه ليا في مجال التدريب المهني انه المراكز بقت ولائيه كمان، فالناس كمان مراكز بس في الخرطوم كمان مراكز ولائيه صحيح؟ فعلا في مراكز ولائيه وفي مراكز في ولايه الخرطوم وفي مراكز في ولايه يعني ولايه المجاور، مثلا الجزيره فيها في مدني وفي نياله في مركز تدريب مهني وتقريبا في الوبيت في مركز تدريب مهني. ف يعني ردود لابعاد الناس اللي بيقولوا التدريب المهني خشوا الفاشلين، التدريب المهني اساسا يعني ما دار للفاشلين، التدريب المهني دار للراغبين، دار اصلا لزول عايز يتعلم مهنه او صنعه او عنده الرغبه في التعلم. فاذا انت مثلا ما عندك رغبه في اي حاجه اذا قريت طب حتفشل، اذا قريت هندسه حتفشل، فالرغبه هي مهمه. اي ذو المعرض للفشل اساس النجاح في الحاجه الرغبة. حب الحاجه حب الحاجه فيها. وحب الرغبه. وانا صراحه أنا والله بجد سعيد انه انا قريت تدريب مهني وانا سعيد بجد انه شغال في التدريب المهني. وصراحه يعني بعد الحرب العالميه الثانيه في دول يعني دول تضررت من الحرب العالميه مثلا اليابان والمانيا، الدولتين دي تضرروا كثير من الحرب العالميه فاتجهوا الى مجال شنو؟ مجال التدريب المهني. اتجهوا الى مجال التدريب المهني هو تطور التدريب المهني. يعني هسه الدول نهضت بسبب التدريب المهني. ركيزه اساسيه في نهضه وتقدم الدول هو التدريب المهني. احنا بنقول زي ما قال ممدوح العطاء لبلدك او التقديم لبلدك هو اي طول بحسب الحاجه جواه واي طول بيكون عايز يقدم لبلده بيبقى الحاجه الاساسيه اننا احنا نحترم المجالات ايا كانت من بخيت اي مجال كلنا مهما كانت مجالاتنا مختلفه دراساتنا مختلفه عطائنا مختلف هو في النهايه بنتحد تحت نظره الوطن وحب الوطن والعطاء والقيمه الايجابيه اللي احنا بنقدمها لمجتمعاتنا، احترامنا لذاتنا واحترامنا لبقيه المهن، احترامنا للتدريب المهني هو اساس في تقدم وتطور الدول، ان شاء الله دائما سوداننا متطوره. ولسه مواصلين معكم الساعة شباب حلقة اليوم لحد الساعة إن شاء الله 5 هنكون معاكم على الهواء مباشرة. ندخلوا على فيسبوك واكتبوا برنامج الساعة شباب تلقوا بث البرنامج شاركونا برأيكم فيها موضوع حلقة اليوم. موضوع حلقة اليوم نتكلم فيه عن التدريب المهني، معنا خريجين داخل استوديو الساعة شباب هم خريجين لمجال التدريب المهني وما شاء الله
بدأوا طريقة مباشرة في مجال التدريب المهني وفي سوق العمل. معنا هديل والنور ممدوح وحياتي. طيب في هنا تعليق بيقول عثمان المغربي بيقول أنا لقدامك ده درست تدريب مهني وما لقيت أي فرصة للعمل من عدم الواسطة، قال رجعت درست أكاديمي. الواسطة هي صمام الأمان في المستقبل، حتى لو ما عندك شهادة وعندك واسطة قوية بتشتغل في أحسن وظيفة. انتم ممكن يعني انتم ما قيادات في 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 مباشره في في تدريب المهني، لكن احنا ممكن نقول تجربتكم انتم ممكن يستفيد منها، هو يستفيد منها ناس كثير عندهم التساؤل ده. انتم كيف قدرتوا تعملوا شغلكم الخاص او بديتوا كيف؟ اهم حاجه في زول يكون يعني مواطن لو لقى الصدق والامانه وضغان في المهنه بتاعته. يعني انت لو ضغنت مهنتك كويس، يعني انت الليله مثلا جيت اشتغلت لك انت، لو في زول جاي لك انا اشتغل كيف بدي اركب التركيب والطريقه دي من تحت الدرع. يعني انت لو دات تصنع لنفسك سمعه كويسه تصنعها براك بذات نفسك، لو دات تعمل سمعه لنفسك تعب تعمل بذات نفسك براك. والله يا الواسطه معها كل شيء. انا هسه انا يمكن زول بكافح يعني بحاول اشتغل باي مكان، كنا اشتغل في مؤسسه براتب اقل من زول. هي شنو؟ انا بس بجيب بكفاءتي انا في الشركه، اجوني بكفاءتي وبشغل كويس وكذا عشان يدوني راتب اكثر ويغيمون اكثر. لكن انا مثلا انا اجي شركه اقعد في مكتب ما اشتغل او ما ادخل شغلي بيشكي عليها طبعا. طيب يمكن في مجالات كثيره فيها يمكن الافراد او في بعض المجالات الناس بيكونوا عايزين يلتحقوا بمؤسسه معينه. النور يعني زول بتخيل من تدريب المهني مثلا الا يعني يكون مثلا في شركه او مؤسسه، يعني هي في صعوبه شديده. انت شايف انه ممكن من زملائك كان معاك انه الواحد يلا يبدا شغله براو مثلا، ولا هل في صعوبه ذاته انه يبدا شغله براو؟ كيف بتقدروا تخشوا في سوق العمل؟ طيب يا استاذه احنا يعني من جينا درينا المراكز دي درسونا مواد اقول لها مهارات اعمال. مهارات اعمال دي من ضمن المواد بتعلمك انه كيف تخطط للشغل ذاته. انت جيت تخرجت كيف تعمل لك مشروع؟ بتعمل دراسه للجدوى للشغل ذاته، تشوف انا هسه حاليا بشتغل شغل بتاع انه يعني عندنا مجموعه عاملين فنيين معانا ناس الكهرباء ونحن تبريد وكهرباء شغالين سوا. عندنا رقم تليفون خط ساخن بيدوك اي زمن عندك شغل بيمشي يشتغل لك. فانت لو اصلا عايز انك يعني تشتغل تعمل لك شغل خاص بتعمل. الماده دي بالذات انا لما قريتها يعني عرفت انه كيف انك تقعد تنسق تعمل لك شغل عشان شنو تمشي لك قدام. فالواسطه ما كل شيء. الواسطه ما كل شيء. ما اي شيء. انا هسي بعمل شغل براي. شغال شغل عامل شغل براي مجموعه من الفنيين خططنا وشغالين شغل برانا. فالان ماسكين مواقع كثير الحمد لله شغالين. طيب يبقى معناتها مجمل كلامك انت ممدوح والنور انه زول بيقدر يعمل شغله براهو باتقانه بصبره وبعدك باصراره. يعني الناس ممكن مع بعض وزي ما انت قلت عملتوا خط ساخن. فبما انه طبعا هسه عندنا السوشيال ميديا يا جماعه وعندنا مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن زول براهو انا اعتقد كده يعني يقول لك زول في الحاجه ما زي البر، لكن لانه شايفه كثير من الناس بتجي للحاجه دي بيعملوا رقم تليفون معين وبيصلوا للناس مثلا في مكان ومؤسسات معينه، فممكن يبداها براهو وعشان يجيب معاه زول ثاني يساعده وعشان ممكن يكون عامل شركه براهو. تعقيب لكلام النور وممدوح، يعني اصلا المجال الفني ما بيحتاج له واسطه. يحتاج له هل انت بتعرف تشتغل ولا ما بتعرف؟ يعني الواسطه ما بتشغلك. مثلا انا مثلا عندي واسطه اشتغلت في اكبر الشركات وانا ما بعرف اشتغل، ما فني يعني مثلا ما فني بتاع كهرباء. يعني الوصف في النهايه تعمل ايش؟ هل يرحموني حيخلوني انا قاعد؟ التدريب المهني اصلا ما محتاج لي واسطه، محتاج لي رغبه. رغبتك انت هي اللي بتدخلك في التدريب المهني، هي اللي بتملكك المهاره. والاساتذه في التدريب المهني يعني اساتذه اكفاء ماخذين دورات خارجيه والمعدات حديثه، فبيطلعوا يعني بيطلعوا الطالب او المدرب او المتدرب بسوق عمل ناجح، يعني ما محتاج له واسطه. حتى يعني اولادنا اللي تخرجوا من التدريب المهني حتى دفعات ناس كلهم شغالين الحمد لله، ما لقاني واحد من دفعتي قال لي يا اخي انا ما اشتغلتها صراحه. يعني شغالين في مجمع اليرموك الصناعي وشغالين في الذخيره، في ناس شغالين منهم في جيات، وحتى في ناس
يعني مشغلين في المنطقه الصناعيه في ورش كبيره جدا، يعني بمرتب كبير خالص. يعني ممكن الزول يبدا الحاجه دي براو كمشروع، مثلا هو براو بعد شويه ممكن كل ساعه يزيد له اله او ماكينه معينه بتفيده، يعني يوفر لك عافيه درجات. يمكن ذاتها بتكون احساسها مختلف الحاجه دي، انه انا عملت حاجتي بقى وانا تعبت في الحاجه دي عشان انا الم الحاجات دي واعمل ورشتي الخاصه او اعمل مشروعي الخاص، والشراكه ذاتها بتساعد ايد على ايد تدع ببعيد زي ما بقولوا. هنا في الباقر طيب طرح كم سؤال حلوين شديد ومهمين يمكن يكونوا. قال أليس النسبة التي يقبل بها طلاب هذه المعاهد تدل على ضعف مقدراتهم؟ ده سؤال ما أعرف، ممكن نتكلم على النسب كمان. قال هل اختار طلاب هذه المقاعد عن رغبة أم بسبب عدم وجود خيارات أخرى؟ أنا ما أدري موجودة معنا، كويس إنه هم قالوا رغبة، وحتى هذه لما كانت صدفة قالت إنه صدفة كانت موفقة وانبسطت جدا منها. قال ألا يمثل وجود الخبرات الأجنبية دليل على عدم كفاءة الكادر المحلي؟ يمكن حيكون اجابتك فيه طوال يا حياتي بعد شوي، لانك انت سافرت تركيا تحت الهواء، قلت له شفت تركيا وشفت خبرات برا وجبت خبرات هنا. قال هو شايف انه اليس هذا وقت الاهتمام بالتعليم التقني بعد تكدس الخريجين من التعليم الاكاديمي؟ وقال الا يعتبر التعليم التقني بديل لحل كثير من المشاكل المجتمعيه والفنيه بالبلاد؟ وشكرا، شكرا لك انت والله، شكرا لك انت الباقر على التساؤلات المهمه دي. طب خلونا نتكلم النسبة والقبول في المعاهد. ربطها طوالي بضعف المقدرات، يعني انه في ناس، انا عندنا زميلنا كان حسن عبد الكريم مساق اكاديمي وكان جايب 95 النسبة، لكن دخل كلية على الرغبة هي كانت 85. ففي الضغوطات دي بتاعت انه انت نسبتك دخلت ده عشان نسبتك او دخلت حياتي عشان رغبتك. فيعني انا بقول يعني ما الشغلة ما نسبة. انا في امتحان اساس او الشهادة الاساسية جيت الثاني في المدرسة. بعد ما خشيت الثانوي، اصلا الثانوي هو ما رغبة دي، بس عشان ارضي والدي وكذا، من الثاني تاع المدرسة جيت 33. اصلا ما كان عندي رغبة انه اخش ثانوي. يعني انك لما كنت في مساقة التدريب المهني انت كنت الاول. كنت الاول، جيت التدريب المهني جيت اول الدفعة. وشهد لي كثير من الاساتذة انه انا جيت اول الدفعة. تمام؟ فيعني التدريب المهني ما انك نسبتك ضعيفة خشيت التدريب المهني. زي ما ذكرت في اول الحلقة، التدريب المهني ما دار الفاشلين صراحة، دار الراغبين. يعني زول راغب عايز مهنة في التدريب المهني. فأنا صراحة يعني بشكر أساتذة التدريب المهني عموما، بالذات خرطوم واحد، إنه أنا خرجت من خرطوم واحد، وبعد ما خرجت قدمت تريننج من جامعة الرموز الصناعي. أنا في السنتين اللي قدمتهم معاهم، طبعا الأسرة كانت تصرف علي في السنتين. مجرد ما في السنة الثالثة طلعنا تريننج وبنجي في المركز يوم واحد كان في الأسبوع، فأنا كنت خلاص شلت نفسي براي. يعني كنا في التريننج كان بيدوني قروش نسبة اللي لأنه أنا كنت كان يعني متفوق في العمل وعزب الله كلمتنا. فبعد ذاك جات فرصة، ولو ما كانت تدريب مهني قريت تدريب مهني أكيد إنه يكون فرصة دي ما كان جاتني. بالضبط. سافرت لمنحة دراسية لمدة سنة في كوريا الجنوبية، فاستفدت من خبرات، وكنا مجموعة بتاع 9 دول، يعني استفدت من خبرات وثقافات دول مختلفة. صح. وعرفت كيف انه الكوريين بيفكروا في مجال التدريب المهني وطوروا في التدريب المهني، وعرفت كيف ان الكوريين تطوروا صناعيا. فقمت سألتهم الكوريين وقال لي طورنا احنا بس التدريب المهني. التدريب المهني يعني صراحة يعني هو اللي بيطور البلد، هو ركيزة أساسية زي ما قلت للتقدم في دول متقدمة اعتمدت فيها على التدريب المهني. قال وجود الخبرات الأجنبية هل ممكن تكون دليل على عدم كفاءة الكادر المحلي؟ أنتوا أنا ما عارفة، يعني أنتوا من خلال شغلكم ورشكم وكذا أنتوا محتكين مباشرة بمجال شغلكم، فيه ناس أكثر أجانب شايفين إنه هم مثلا عندهم خبرات أفضل منكم، أنتوا مثلا بتقول يا ريتني مثلا لو كنت درست في حاجة معينة عشان هو خبرته أكثر، ولا أنتوا شايفين إن الخبرات متساوية؟ بالعكس، الكادر السوداني مؤهل اكثر من الاجنبي، لكن لسه هنا في حاجه الناس لسه يعني عندها حوس بتاع انه يعني زول بيقول لك انا بابي ده ركبوا لي سوري، ركبوا لي تركي، في كلام زي ده. يعني الناس ذاتها عندها حوس بتاع الاجانب، لكن السودانيين حتى الان انا لقيت يعني كميه من الناس بيقول لك انا والله جاي اشتغل لي البياض، الاوضه دي شغاله البياض المصريين
اشتغلوها متلين يعني يقول لك البياض ده ما تمام تلقاه بعد فتره تلقاه نزل. فالكادر السوداني ما 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 ما, ما في زيه. طب هديل خلينا نتكلم عن الجانب التجميلي في 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 المركز وتطور فيه ذاته، انه حتى الاحترام المكانه دي او المجال ده واهميته. والله يعني مجال التجميل بجد يعني في الجامعات يمكن يكون ما في مجال زي ده، ف يلا في التدريب المهني في مجالات مختلفه، يعني في زول بيكون عنده مثلا رغبه انه يدرس حاجه بتكون في الجامعه ما في. فانا الحمد لله رب العالمين يعني لما درست هنا والحمد لله توفقت، اول ما انتهيت اشتغلت طوال الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله كل التوفيق ليكي. في السلام عليكم، في محمد حسين بيقول بصراحه الدراسه حلوه، قال انا درست اكاديمي ومنقرض لي 3 سنة للان كانه ما قريت ولا شفت قرايه الحمد لله. قال صراحه بنشط اي زول انه يقرا تدريب المهني. في امجد والشندي قال اذا لم تجد لك حاقدا اعلم انك انسان فاشل. دي يمكن بتجي مباشره في انه الزول لما يلقى زول بينتقده في الناس تواصل فيه في احلامه او تواصل في هدفه. احنا عايزين نقول من حلقتنا بتاع الشباب انه احنا بنسلط الضوء اكثر، بنسلط الضوء على يعني ممكن تدريب مهني بكثير من الحلقات بكثير من المقابلات، لكن احنا في ساعه الشباب مع سنه جديده في الجامعات وسنه جديده في 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 ثانوي، احنا بنقول انه هو مهم شديد. شوفوا دول كثيره متقدمه هي وصلت لتقدمه للتطور اللي فيه ده، وهي مهتمه اهتمام مباشر بتدريب المهني، ومجتمعاتها وبيوتها مدركه لقيمه التدريب المهني وخريج التدريب المهني، عندهم احترام للمهن ايا كانت. ما في زول بيبخس مهنه زول، غلط جدا اننا نبخس مهنه زول ثاني او مجال هو اختاره. انا ما اخترت المجال ده حريه شخصيه، والزول الثاني اختار المجال ده دي حريه شخصيه بترجع له. احنا مفترض نحترم مهن بعض، نحترم مجال هو التدريب المهني، بنعرف حقيقته واهميته لما نمشي نشوف كل زول فينا هو احتاج شنو، عربية تعطلت، مكيف يتعطل، غيره من الحاجات دي منو بيصلحها؟ منو اللي بيصينها؟ أجهزة كثيرة اختراعها والتركيبات حقتها منو اللي بيعملها؟ غير الناس اللي بيكونوا هم خريجين من التدريب المهني، في ناس غيرهم أي، لكن التدريب المهني فيه التقنية بشكل عالي جدا، ومنافسة كثير من الدول العربية مناسبة، الناس زي مش في الدول العربية ولقوا اللي عرفوه في السودان في دول عربية ثانية أو دول أجنبية ثانية ما موجود بالشكل الموجود هنا في السودان في كثير من مراكز التدريب المهني. تحية تقدير واحترام لكل الناس في مجال التدريب المهني، للمعلمين ولكل الفنيين من ساعة شباب. أهلا بكم مرة ثانية، ودي خلاص آخر دقائق من برنامج ساعة شباب، وأنا برضو عايزة أحيي الرابر وين ما كانوا، بيلقوا دائما مهاجمة كده من الناس إنه هم ده شو بيقولوه ده شو بيقولوه، أسح لو اتمعنا في كلام الأغنية دي، إحنا نلقوه معبر شديد يعني مسكوا أي حاجة وقالوها. إحنا بس عندنا مشكلة نتقبل الحاجة الجديدة، هي ما مشكلة إنه يكون في حاجة جديدة ولا مشكلة إنه أنا ما أكون في حاجة جديدة، أنا أتقبل أيا كانت طالما هي إذا مش من مجتمعاتي يبقى ما في مشكلة في إنه أنا أتقبل الحياة دي. 30 ثانية لكل دول معانا وجميل جدا من مجال التدريب المهني وعنده شغله ويتحدى المجتمع ويتحدى الناس ويتحدى نفسه، ودخل مجاله وقدر يعمل مشروعه بإقدام وبعزيمة وبتحدي وصبر، عتبة عشان يوصل الحياة الدائرة، ما قال طوالي من كده عايز يوصل للقمة حياتي. والله يا أخي أنا طبعا بناشد الشباب، كل الشباب يعني المارقوا مجال في سوق العمل زي ما عملوا جمهورية مصر العربية، عمل تدريب تحويلي. التدريب التحويلي ده هو مثلا زول اتخرج من الأكاديمي وما لقى مجال في مثلا يكون في تكدس في الوظائف الأكاديمية، فراحوا عملوا شنو؟ رجعوا للتدريب المهني، يعني عملوا برنامج تدريب تحويلي. التدريب التحويلي ده بيديك فرصة في سوق العمل، يعني حتى مثلا انت خريطة كهرباء تمشي تشتغل ثاني ما عندك مشكلة، خريطة مخارط بتكون عندك ورشة تشتغل. يعني أنا جربتها مع بعض الشباب، يعني التجربة كانت ناجحة جدا، ف جونا وما عندهم اصلا في جونا في المركز السوداني التركي في قسم السي ان سي، والسي ان سي كمبيوتر نمبر كنترول او مكانات تحكم الرغيف والحاسوب، وجونا وعملنا لهم كورسات في مجال المخارط من الاساس لحد ما وصلنا السي ان سي، بس الحمد لله شغالين. ومنهم دكتور اذكر له التحيه والتقدير دكتور محمد، فجاء قرا معانا كورس بتاع سوليد ويرك وجرى معنا قرص بتاع مخارط اساسيه ومخارط سي ان سي، والان عنده ورشه استغلها في كوبر وبيخدموا معاه بعض الشباب. يعني كانت تجربه ناجحه
ما له هو بس لكن كمان بقت امتدت كده بجذور، وشوف هسه هذول الشباب المعاودين حيجوا بعدك يعملوا ورشهم الخاصه او كده. ممدوح الله يشكر اساتذتي جاي معنا حرفين جنوب، استاذ ميسره، الاستاذ جلاه، الاستاذ عبد الله مرزوق. انا اقول الحمد لله يعني حبيت شغلتي، يعني اي زلمه بحب شغلته وطنه وعنده يكون عنده اهداف، يعني لازم يحقق اهداف. يعني انت الليله تشتغل في ورشه، من يوم الليله يمكن انت حسب شغلك تشتغل في شركه كبيره. وانا من هنا بقول رساله من هنا، يعني في مجالي انا كده في تبريد تكييف، يعني اشتغل شغل مساجد 50%، يعني حتى يعني القرش ما كل شيء، يعني انا بكسب الناس لما اقول القرش بيجي بيجي، هي الناس ما بتشتري يعني زباين. أيوة. السمعه سمعتك اللي انت بتعملها هي اللي بتجيب لك، بعد ذلك القرش بيجيب لك الشغل. كل التوفيق لك يا ممدوح هديل. والله انا بشكر اساتذتي اللي رسمتني في التدريب المهني، فبجد كانت بالنسبه لي فرصه حلوه. انا بقول يعني لكل الناس انه المجال التدريب المهني، فالناس كانت شنو بتستخف بالمجال ده، فبقول للناس يعني اللي عايز يدرس تدريب مهني بجد فرص العمل كثيره متوفره. وانا اول ما انتهيت الحمد لله توفقت ولقيت شغل، اشتغلت باسرع وقت قبل حتى ما استلم الشهاده بتاعتي. فانا بقول لكل الناس اللي حابين انه يدرسوا تدريب مهني بجد المجال حلو، ويعني فيه حاجات متطوره، يعني الحمد لله رب العالمين. بشجع الناس انه تخش التدريب المهني. كل التوفيق لك يا هديل. النور. انا بشكر اداره التدريب المهني بصفه عامه، وبشكر اداره خرطوم جنوب راسي من الاستاذ حسبه، وبشكر قسم الكهرباء على تدريبه منين. والله بجد يعني ما قصروا معانا، على راسهم الاستاذ احمد سيد الان في بيت الغمر، نحييه ربنا يعوض قربه ان شاء الله. وفي استاذ محمد علي، في استاذ احمد عبد الله، كل الاساتذه ما اخلي فيهم زول ان شاء الله، كلهم بحييهم وبحييكم انتم، وبحيي اداره التلفزيون الاستضافه. احنا كمان بنحييك على وجودك معنا داخل استوديو ساعه الشباب. نشكرهم كثير ان شاء الله، وبنتمنى لك كل التوفيق. نورتنا النور ادريس عثمان، نورتنا كمان هديل ابراهيم حسب الله، نورتنا كمان ممدوح مرغني محمد، ونورتنا كمان حياتي يوسف عبد الرازق. نورتونا في ساعه الشباب، ومبسوطه جدا بوجودكم معنا. وبنقول مره ثانيه من خلال حلقه ساعه الشباب، مجال التدريب المهني هو مجال للراغبين وليس للفاشلين، الراغبين وليس الفاشلين. وشوفوا للرغبة ممكن يكون في أحلام قدر شنو، ممكن يكون في إقدام وعزيمة، ممكن يكون في تحدي، ممكن يكون في نجاح قدر شنو. العالم بينجح لأنه ما في زول بيكسر مجال الزول، إحنا ما علينا نقيف مع الناس ديرة. كل زول يشوف ولده في البيت أخوه صغير النوع اللي بيحبوا يركبوا ويعملوا حاجات دير، والله دي موهبة يا جماعة. شوف الموهبة دي عبد الله، الطرق لتطويرها في مجال التدريب المهني. الناس ما تخجل منه، الناس تكون في المجال ده من غير ما تخجل ومن غير ما تحس الناس ان هم داخلين في حاجه غلط. نحترم بعض، نحترم المجال ده، وان شاء الله سوداننا اجمل وافضل ومتطور في مجالات كثيره. التدريب المهني هو اساسي فيها باحترامنا بها وبمساعدتنا للمجال ده، وباننا ندفع نفسنا واخواننا واولادنا للمجال ده من غير ما نخجل ولا نخليهم هم يخجلوا منه. التدريب المهني للراغبين وليس للفاشلين. كل التقدير والاحترام لكل الناس مدى التدريب المهني، لكل الاساتذه، لكل الفنيين اللي فيهم، ان شاء الله موفقين والسودان مرفوع ان شاء الله بكم دائما في حلقات عيونه. تحيه خاصه لكل الناس شاركونا في صفحتنا على فيسبوك. شكرا لكم، اللي ما قرينا تعليقاتكم نعتذر، حنقرا لكم ان شاء الله في الحلقات الجايه. اللي عاد ان شاء الله بعد الساعه 9:30 صباحا ويوم الثلاثاء الساعه 12 لحد ما نلاقي. خلونا دائما بالحب والسلام، مع السلامه.